وبننتقل هلا مباشرة إلى استوديو كلام بيروت لعند زميلتنا رولا كساب حداد لنطلع معها على تفاصيل حلقة اليوم. رولا صباح الخير. صباح الخير، عم ظبط الميكرو دقيقة. مبين عم بخشخش. يلا يعطيك العافية رولا. كيف كنت؟ صباح الخير دكتور صلاح. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت. بونجور دكتور. يعطيكم العافية. صباح ميرسي. تفضلي رولا. الموضوع الأبرز اليوم جوال شهادة الرئيس فؤاد السنيورة من على منصة المحكمة الدولية اليوم في الجزء التالي. هل الشهادة تداعياتها كيف ممكن تكون تحديدا بالسياسي وبالأمني، خاصة أنه كشفت يعني مراحل كثيرة من ما كان يعاني الرئيس الشهيد رفيق الحريري من بداية التسعينات حتى يوم استشهاده؟ هيدا محور خاص رح نقشه مع دكتور صلاح حنان. اكيد رح نحكي عن موضوع الاستحقاق الرئاسي، الحراك يلي هلا بكركي تنوي انه تقوم فيه من اجل الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهوريه. قديش هالملف مرتبط بالتمديد للقيادات الامنيه؟ هل رح يصير في تمديد للعماد قهوجي ام رفع سن الخدمة لكل العسكريين؟ هيدي بإيجاز أبرز الملفات يلي رح نناقشها، إضافة لمواضيع تشريعية ونيابية. يعني بنعتبر إنه دكتور صلاح حنان بيقدر يوفيها حقها بالنقاش. يلا التفاصيل كلها من بعد موجز أخبار الساعة 9، إن كان على شاشة تلفزيون مستقبل أو عبر موقعنا الإلكتروني www.futuretvnetwork.com. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا والختام مثل العادة مع التقرير الرياضي. بكرة حلقة جديدة على 7:30، حلقة جديدة من أخبار صباح. تابعونا. باي. رفيق من دبي لبرجة 42 كيلومتر وبتوقيت بلغ 6 ساعات، شو صار معه والقصة الصحيحة من تبعها بهالتقرير؟ رفيق، هلأ نحن كنا موجودين هون بالبيت عندك ومبسوطين كتير بسلامتك، بس خبرنا شو صار معك ولما ركضت وشو بعدين ليه قررت انك تجي مشي؟ بس طلع بالكاميرا. اول شيء كنا عم نعمل سباق. نعم. وصلنا عملت الاذكار. طلع بالكاميرا. اوكي. ضليتني ماشي. ضليتني ماشي وصلت. تعرف كم ساعة اخذتك؟ أخذتك 6 ساعات لمشيت لوصلت على البيت. بداية بقول الطوع ومرق، وبدي أقول الحمد لله على السلامة. بدي أقول له لرفيق إنه صحيح شغلنا بالنا، بس بنفس الوقت نحن فخورين فيه إنه استعمل عقله وقدر بأمان يقطع مسافة 42 كيلومتر ويوصل على بيته بأمان. أنا وعدته اني رح اتبناه مثل ابني، مش بس بالرياضة، حتى بتعليمه ليوصل للجامعة، لانه اسم الله عليه مبين انه عنده قدرة كتير هائلة ونحن حاضرين انه نكون حده. انا كمان بدي هني الاهل لانه اعصابكم كمان كانت ماكنة، يعني الاهل ممكن تنهار بس كمان انتو كنتوا مسلمين لربنا وعارفين بالنهايه انه ربنا ما رح يتركنا. رح اعيد واقول انه جمعيه بيروت ماراثون ما بتنظم سباقات الا لتكون حريصه من الناحيه الامنيه والعسكريه انه دائما المسار بيكون مراقب ومبكل. هناك ما يفوق ال 1200 متطوع كانوا اليوم موجودين على المسار، كان في ما يفوق ال 40 من الميديكال كوميتي، 40 شخص من المسعفين من الصليب الأحمر، كان في أعداد كتير كبيرة من الأمن يلي بس الأمن تابع لماراثون بيروت بحدود 40 شخص. فالباريرز يلي كانت الحواجز يلي موجودة تفوق 6 كيلومتر، يعني ولا ممكن إنه خاصة على طريق مثل دبي إنه يصير في أي ضياع. خليني أقول إنه صارت، أنا كنت أتمنى من رفيق لو يمكن رجع لعنا كمنظمين، كنا دفنتلي إنه اهتمينا بالأمر. أخذ دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد القرار النهائي بشأن مستقبله مع النادي الإسباني، وحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فدييغو سيميوني رح يوقع عقد جديد مع أتلتيكو مدريد بالأيام المقبلة ورح يكون هالعقد حتى عام 2020. الغريب أنه الصحيفة الإنجليزية أكدت أنه هالتجديد ما بيعني شيء بالنسبة لمانشستر سيتي، والأخير رح حاول أنه يقنع سيميوني بكل قوته أنه يلتحق معهم ومهما كلف هالشيء من ميل وجهد.
أكد الرئيس التنفيذي ببايرن ميونخ كارل هانز رومينيجي برغبة إدارة النادي أن يبقى مدرب الفريق بيبي غوارديولا مع الفريق البافاري وتجديد عقده مع إدارة النادي. وقال رومينيجي بحسب معلوماتي عم بعيش غوارديولا وعائلته حياة سعيدة بميونخ وما في أي مؤشر أنه ما رح يستمر معنا لما بعد عام 2016. وأضاف هو مفتاح فترة النجاح اللي عم بمر فيها النادي بالوقت الحالي وبالتأكيد ما رح نفرط فيه بسهولة ونحن منتمسك بغوارديولا. تعرض نجم بايرن ميونخ الهولندي أريان روبن للإصابة خلال مباراة اللي جمعت فريقه مع بروسيا مونشنغلادباخ ورح يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع. وأيضا ما رح يشارك روبن بعدد من المباريات المهمة مع فريقه ومع المنتخب الهولندي بتصفيات أمم أوروبا 2016. ربطت العديد من التقارير الإنجليزية عودة الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط جوفنتوس لبيته القديم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. صحيفة ساندي تيليغراف الإنجليزية أشارت إلى أن الجوهرة السوداء يعتبر هدف كبير لإدارة الشياطين الحمر بالميركاتو الصيفي المقبل، وبتستعد إدارة مانشستر يونايتد أنه تخصص مبلغ ضخم بيوصل لـ60 مليون جنيه استرليني من أجل إعادة بوجبا. بوجبا صاحب 22 سنة ساهم بشكل كبير بتتويج جوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي وتوسيع الفريق مع روما هالموسم لـ14 نقطة، ورح يواجه الشياطين الحمر منافسة قوية مع أندية باريس سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونة وتشيلسي اللي أبدت رغبتها بالتعاقد مع بوجبا. دفع اللاعب الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش بنجاح عن لقب بطولة إنديان ويلز للتنس بفوزه على روجيه فيدرير بالمباراة النهائية بنتيجة 6-3 6-7 و6-2. وأحرز جوكوفيتش المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة 6-3 ليحرز اللقب الـ50 بمشواره. واللاعب الوحيد الآخر يلي نيل لقب إنديان ويلز 4 مرات هو فيدرير بنفسه. بالمجموعة الثانية لاعب سويسري فيدرير عمل كامباك كتير قوي وأحرز المجموعة بنتيجة 7-6، وهون راحوا اللاعبين لمجموعة ثالثة وحاسمة، بس بالنهاية جوكوفيتش ما خيب الأمل وقدر يفوز فيها بسهولة بنتيجة 6-2 ليحرز لقب الدورة ويعزز مركزه الأول عالمياً.